لو رحت بنك او مصلحه حكوميه وفضل لك جنيه او 80 قرش او 2 جنيه تقبل تسيبها؟ تقبل تسيبها؟ اقبل تسيبها ليه؟ اسيب حقي ليه؟ فاكر ما الرئيس قال سيبوها؟ ها؟ الرئيس اللي قال لا ما يسيبش 80 80 جنيه ولا 50 لا 80 قرش 80 قرش 80 قرش ما اسيبهاش، اسيبها ليه؟ طب بتاع البنك هتسيبها لمصر؟ ها؟ لمصر؟ اسيبها لمصر؟ اه. طب اذا كنت انا باخد من مصر يبقى اسيب ولا على المعاش، يبقى اسيب للجماعه اللي هم ماسكين بتوع الاستثمارات وبتوع المبينات وبتوع البتاع دول اللي هم بيهبوا اللي بياخدوا فلوس كتير. هتسيب الفكه لمصر؟ ها؟ هتسيب الفكه لمصر؟ الفكه لمصر اللي هو كان بيقول لك بجنيه او نص جنيه، يعني لما تروح مؤسسه حكوميه وتبقى لك جنيه نص جنيه 80 قرش مش تاخده؟ لا ما يهمش. هتسيبهم لمصر؟ ما يهمش ما يهمش. موافق؟ موافق. تبرعت صندوق تحيا مصر؟ يحيى مصر، يحيى الرئيس. يعني نفس الواحد الجنيه يبقى زي الدولار زي ما استلموه زمان. زمان كان الجنيه اسد، دلوقتي ما حصلش فار. الدولار ده هو واقف حالنا احنا عشان احنا شغالين مستورد، بس ان شاء الله ان شاء الله هيتعدل. الاقبال عامل ايه يا ابو سمير؟ مفيش يا ابني، مفيش بيع خالص. انا من الصبح فاتح من الساعة 7:30 8:00، بعت فرخة بيضة وبعت فرخة بنت أكثر من كده. يعني نقول 100 جنيه؟ مفيش 100 جنيه والله، بيع واحدة ب40 واحدة ب40 80 جنيه. كلنا بكام وشربنا بكام وشربنا شاي بكام وسجاير بكام وعكاوي وإيجار وضيعنا وإيجار وجايين تاكسي رايح وتاكسي جاي كهرباء، يعني كهرباء ونور وإيجار ده خراب بيقول. يبقى إزاي؟ هينزل إزاي؟ ينزلها إزاي؟ على الله ينزلها، نتمنى نزل. والضرايب اللي جايه دي، الضرايب اللي عمرنا ما كنا بندفع ملايين، دلوقتي خدت بالك جايبينها ضرايب بطريقه عبيطه. ده 30 ده 40 الف بالامفات، يعني ده 100 الف ده 200 ده 80 ده 70، واخد بالك؟ وجايين على الغلبان اكثر من ايه. تقبل تتبرع لمصر بالفكه؟ نعم تقبل تتبرع لمصر بالفكه. فكه الرئيس كان بيقول في خطابه لو انت اتبقى انت رايح مصلحه حكوميه واتبقى جنيه بقى 80 قرش نص جنيه هتسيبها. يا عم خدت بالك يا عايز اسال، كان على 80 ولا 70 ولا الجنيه نسيبه؟ ده هم فاتحين درزهم الدين عشان تقضي مصلحه، لازم تدفع عشان ايه؟ عشان تقضي مصلحه. انت فاهمين شعبنا كله كده، عايز تقضي مصلحه. لو انت عندك بيت وهتطلع له تسريح تدفع كام؟ انت معي؟ عايز تدفع كام؟ يعني كل الموظفين فاتحين الزراعه بتاعتهم تدفع تقضي مصلحتك، ما تدفعش واخد بالك ما تقضيش مصلحتك. امبارح الرئيس قال ان هو احنا عايز الشعب يتبرع بالفكه بتاعته، يعني مثلا لو رحت تقضي مصلحه اي حاجه في مصلحه حكوميه هتسحب فلوس من بنك ومثلا في جنيه نص جنيه 80 قرش تسيبيها، انت موافقه؟ طبعا موافقه، حاجات بسيطه قوي. ايه رايك في الحكومه؟ والله كويس، بس ربنا يسهل وربنا يبعد عنا الحاجه الوحشه. ماشي يا حاج، شكرا يا حاج، شكرا. سلام طيب. ماشي، سلام عليكم.